عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عند علاء أم سفيان. مرحبا بالجميع في هذه الفيديوهات جديدة قصيرة ما تتعداش 4 دقائق تقريبا، ما توصلش 5 دقائق. سريعة 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 بزاف، ووصفات لذيذة وشهية. عندنا هنا درت التومة، 2 فصوص ديال التومة كبار، غادي ندير عليهم زيت الزيتون غيتشحروا. بغيت نصيب لكم اليوم هاد الايام كندير لكم الشوربات او الحسوات او الحساء، جميع انواع ديال الحساء نشاركهم معكم هاد الايام. المهم درت الثومه هنا وزيت الزيتون غيتشحروا شويه. وصفات سريعه، عندنا هذا العدس مقشر، انا مفزقاه في الماء من قبيله، انا دايراه في الماء. شوفوا كاينين نص تزلفه، دابا ولا تقريبا 250 غرام ديال العدس مقشر. عندنا هنا مطيشه ديال الدار معصره، عندنا هنايا البصله جافه، اللي بغى يدير البصله العاديه يشحرها مع الثومه، بصله خضراء. عندنا خرقوم، ملح، بزار، كمون، وتحميره. اللي عنده تحميره، انا ما كنتش عندي التحميره، غاديش نديرها. صافي نسخن شويه هاد الثومه، غادي نزيد عليها هاد العدس. من وراه التوابل، مطيشه، لا حاره من بعد نديرها مهريسه. صافي غادي ندير عليه الماء نخليه يطيب. بردت تيطيب بالزرب هذا العدس. المهم غادي ندير نغطي عليه بالماء، تقريبا درت ليه اترو ديال الماء، ان شاء الله يتغلى ونتلاقى معكم. وقزبر ومعدنوس غادي نجيبهم حتى ندير ان شاء الله. صافي ها الشوربه ديالنا ديال العدس، ولكن ملي تكون طيب خليو الغطاء هكا منفس لحقاش كتبدا تفيض في الاول دغيا تطيب. غادي نزيد ليها القزبر ومعدنوس والحار، الفلفله الحاره، الهريسه، ولا اي اللي تيبغي الحار يدير الحار. صافي غادي نخليها حتى تطيب، وبقى لي غير نوريها لكم في طبق التقديم. وصافي هي وجدات دغيا، تتوجد بسرعه 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 شويه، وغادي نطفي عليها العافيه. المهم الشوربه او العدس ديالنا، الحسوة او الشوربة او العدس او وجد جلديد، انا حطيته في طبق التقديم، زينته بشوية ديال المعدنوس والكمون، واللي بغى يزيد زيت الزيتون يزيدو مع خبيز ديال الدار، يا سلام. المهم انا يلا ساليت الخبز طيبته حتى هو، درت خبزات كبار اليوم. المهم كاينين الصغار الكبار، مرحبا بالجميع مرحبا بكم في هاد الفيديوهات الجديدة القصيرة وصحية وسريعة. يلا مع السلامة، إلى اللقاء في شي فيديو جديد، شي وصفة جديدة.